شنو سالفة حبابوك؟ هذه حبابوك سوت لي يعني ما أدري مشكلة أزمة، قد سألت هذا السؤال وين ما أروح بصراحة. أني متابعين من مصر، واللي يقولها صح واللي يقولها غلط، واللي متابعين من مصر يقولوا لي ست، يعني أنت تعرفين ست نقلة؟ مو أعرفها. أي صديقتي إيه يعني اللي بتقوله ده؟ ده كلام إيه؟ هو العراقيين ما فاهمين والله جديات، يعني أكواي عراقيين ما فاهمين الموضوع. أنا مفتهمت. وليش أكواي عراقيين؟ أنا اللي قلت الحوار ما فاهمته، أنا كنت ما فاهمته يعني. فبحيث من قرأت النص مع الأستاذ صباح حطوان، فرحت على أستاذ عزام صالح بوقتها المخرج، قلت له أستاذ هذا يعني غلط مطبعي، لو هو أكو هيجي حكي بالحياة، لو يعني أنا والله عبالي كلمات مكتوبة غلط، قلت جوز هذا بالطباعة غلط. فقال لي لا لا هذا هيك وهذا هيك، قلت له زين يعني هالشنو أكو فيها شيء غلط لو أقولها عادي؟ قال لي لا قولي. شو رفضتي هنج؟ لا سكتي، تأزمت نفسيا والله العظيم. والنوب شنو يعني أنا ما كنت كلش يعني بهذا العمر وهيك يعني معدي هذه الجرأة الكاملة. كان وياي همين أستاذ سامي قفطان، يعني هذا همين بحد ذاته هو اسم طبعاً. يعني يخليك طبعاً تأخذيني شوية رهبة. يعني التمت علي وكلهم يباعون، أو يعني كانت من الشخصيات أني أول الشخصيات الرئيسية اللي أني أشتغلها في تقريباً. وهي الحمد لله يعني شيلي كم رأتي؟ يعني أفاجئك إذا أقول لك مرتين بس. الله عليك والله العظيم. الله يا نجلاء، لأنه شنو يعني مو مرتين، أنا مو غلطت لا يعني هو أخذ على مود أي وبعدين حول كاميرات أي يعني ما غلطت، ما وقفت ما كذا والحمد لله مشى الموضوع. بس ده فكر عيدة والله. يلا يلا عيدي لي يعني عيدة هسه عيدي. والله يعني هو مو كلش أتذكره بالضبط أي، بس كان بالبداية تقول بنات المقوطر ما هندقل ولا ثمرتهن حبابوك، أنا رسلية تبرزل تمري ومش خاب برحي ونزلت الميوة أولي. واني مرة خالة إيه أتذكر هيك الشيء يعني أي. أريد جاهلي ونسني شي إن كبرتي هذه جملة مفهومة هاي بس هي حبابوك والأخ اللي قلتيها دقل والحبابوك وتبرزل تبرزل نوع من أنواع التمر. أوكي هذا يعني نوع فاخر المصراوية أعرف ما شاء الله عليه. لا هي اسماء هواية للتمر يعني عندنا بالعراق.